السلام عليكم. بشكر دكتوره اسلام على تقديم الاستادي. انا حبيت اعلق على الاستادي بان انا عايزه اعرف ايه هو الجين اكسبرت تكنولوجي قبل ما اعرف ايه الامباكت على الريال لايف. الجين اكسبرت تكنولوجي دي نيو تكنولوجي بتستخدم النيوكليك اسيد امبليفيكيشن، تمام، بتعتمد على البوليمريز تشين رياكشن ان هي بتدور على التوبركلوز الجين او سواء عشان تعمله دايجنوزس او تو ديتكت الريزيستنس. بدات في 2004 شركه امريكيه سيفيد سانيفيل والدبليو اتش او اعتمدتها في 2010، وكانت من الريكومنديشن بتاعه الدبليو اتش او ان هي تبقى الفيرست او انيشال دايجنوستيك تيست فور اتش اي في اسوشيتد تيوبركلوزس، ووصفتها ان هي عملت ثوره في تشخيص التيوبركلوزس. مش بس الريفامبسين ريزيستنس جين اللي ممكن تعمل له ديتكشن بالجين اكسبرت، في كمان الاكستندد بلاتفورم من الاكسبرت اكستندد دراج ريزيستنت تيوبركلوزز زي الكات جي بتاع كات جي جين اللي هي بتدور على الهاي ليفل ريزيستنت الايزونايزايد، او الاي ان اتش اي بيدور على اللو ليفل اوف ريزيستنت الايزونايزايد والايسينونامايد، وكذلك الفلوركينيلونز والكانامايسين والاميكاسين والدراجز اللي بتستخدم للسكند لاين تريتمنت في المالتي دراج ريزيستنت تيوبركلوزز. طيب بما ان احنا قلنا ان الجين اكسبرت بيستخدم البوليميريز تشين رياكشن، طيب ايه الفرق بينه وبين الكونفنشنال بي سي ار او انهي افضل؟ لو هنقارن ما بينهم من حيث السبيد، فالكونفنشنال بي سي ار ممكن ياخد دايز، لكن الجين اكسبرت بس بيطلع الريزلت في حوالي ساعتين. لو هنتكلم على السمبلستي في الاستخدام، البي سي ار طبعا محتاج مانوال ستيبس، محتاج تكنيكال بروفيشنسي، لكن الجين اكسبرت ده اوتوميتد سيستم مش محتاج ان هو يعني مور اكسبرتايز عشان خاطر نشتغل عليه. كمان الديتكشن للدراج ريزيستنس لو هنعمل لها ديتكشن بالكونفنشنال بي سي ار العادي هنحتاج مور ستيبس، لكن مع الجين اكسبرت بيبقى يحصل سيمالتينيس ديتكشن للتيوبركلوزز مع الريزيستنس جين. كمان البي سي ار ده محتاج ان هو سبيشاليزد لاب، لكن الجين اكسبرت ده بورتابل ديفايس ممكن عادي ان احنا يبقى عندنا موجود في العياده. طيب ايه كمان الادفانتج بتاعه الجين اكسبرت؟ طبعا هو ليه هاي سنسيتيفيتي بتوصل لاب تو 98.6% والسبيسيفيستي بتوصل لاب تو 100%. كمان احنا قلنا ان هو بيعمل سيمالتينيس ديتكشن للدايجنوزز للتي بي دايجنوزز والدراج ريزيستنس، كمان سيمبل وسيف، والجهاز كله عباره عن يعني بنسموه لاب ان اكارتليج، الجهاز كله البورتابل ديفايس. كمان من اهم مميزاته ان هو يعمل ديتكشن للو برسنتج من الكولوني بتاع الجين اكسبرت حوالي 131 ل 250 كولوني فورمينج يونتس بير مليمتر. طب ايه مشاكل الجين اكسبرت ده؟ طبعا ان هو ممكن يحتاج الجهاز ممكن يكون اكسبنسيف شويه، معتمد على الالكتريستي، مشكلته ان هو مش هنقدر نعمل بي تراكنج للتريتمنت بروجريس، كمان بيحتاج كاليبريشن كل سنه، والهاف لايف بتاعت الكارتليج حوالي 18 شهر. دي صوره الجهاز، الخطوات بتاعته، بناخد السامبل سواء سبيوتم او تشو او بلاد او اي سامبل احنا عايزين نعمل ديتكشن فيها للتيوبركلوزز، بنحط عليها الريجنت ونحطها في الكارتليج، والكارتليج ده بيدخل الجهاز، بيتم بعد كده الجهاز بيعمل لايزس للسبيوتم دي ويعمل البي سي ار عن طريق البي سي ار بيعمل اكستراكشن للدي ان اي ويعمل له امبليفيكيشن، وفي خلال ساعتين بتطلع الريزلت برنتابل من الجهاز. طيب هل الجين اكسبرت ده اثر على الديزيز او تاثيره الامباكت بتاعه على التيوبركلوزز؟ اكيد طبعا، بما ان احنا قدرنا ان احنا نشخص الديزيز او الريزيستنس في ساعتين، فده طبعا هيقلل الترانسميشن، يعني كل ما كان التشخيص احسن اسرع كل ما كان الترانسميشن اقل. كمان ساعدنا ان احنا نقلل اللنج دامج، نحسن من الديزيز موربيديتي، وبالتالي هنقلل المورتاليتي.
كمان افادنا جدا هو في تشخيص السريع للاتش اي في اسوشيتد كو انفكشن، كمان ساعدنا في المالتي دراج ريزيستنس تي بي ان احنا بنكتشفها اكتر يعني بدري عن الكالتشر بيزد دايجنوزز يعني شهور سيفرال مانثس ايرليير ذان كالتشر بيزد دايجنوزز. في ستاديز كتيره اتعملت على الامباكت للتريتمنت كلها قالت ان حصل significant decrease من التايم تو تريتمنت. زي مثلا هناخد على سبيل المثال الستادي في لاتفيا قالت ان الميديان ديلي تو مارت دراج ريزيستنت تي بي تريتمنت ووز 6 دايز فور بيشنت هو تيستد ريفامبيسين بوزيتيف ويز جين اكسبرت اند 40 دايز فور ذوز ويزاوت جين اكسبرت تيستينج. برضه استادي ثانيه قالت ان هو البروبورشنالي مور بيشنتس نوتابلي اتش اي في بوزيتيف بيشنت، يعني هي زودت الديتكشن بتوع الاتش اي في بوزيتيف بيشنت، كمان قللت البيشنتس اللي هو تريتد وزاوت كونفيرمد بالمونري تي بي للنص. شكرا.